أكدت وكيل مجلس الشيوخ فيبي فوزي أن هناك تشابهاً كبيراً بين رؤية مصر 2030 واستراتيجية أوزباكستان الجديدة. جاء ذلك خلال استقبال وكيل مجلس الشيوخ فيبي فوزي رئيسة لجنة المرأة بالبرلمان الأوزباكي مليكة قادر خانوفا والوفد المرافق لها. ومن جانبها أكدت مليكة قادر أن العلاقات الثنائية بين مصر وأوزباكستان قد شهدت تطوراً كبيراً في السنوات الماضية.